مساء الحب والوئام والسلام على كل مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه دبليو تي في الفضائيه، نلتقيكم وحلقه جديده ورحله مسائيه بغداديه من برنامج نوتيلا. حلقتنا لهذا اليوم راح تكون منوعه مليئه بالفقرات مع ضيفه مهمه، وفي هذا الاسبوع راح تكون ويانا نجمه عراقيه مهمه عملت ما بين الدراما وكذلك السينما والمسرح، اضافه الى انه هي مقدمه برامج ومديره في المسرح وعملت مسلسلات عراقية مهمة. البداية من المسافر وهدوء نسبي والمصير القادم، وصولا إلى أعماق الأزقة، المسلسل الجميلة جدا، وكذلك رباب واللي جسدت المرأة العراقية الصبورة والشجاعة. حبتي المشاهدين، أكيد أنا وأنتم مشوقين أن نعرف ضيفتنا لهذا اليوم، راح نتعرف عليها من خلال هذا الروبرتاج. لو جت ساعة الموت ما حد يردها، وانت لو باقي هناك هم كان ربك كتب لك عمر. والله يا شيخ انتوا ناس طيبين، وانتوا اطيب واحن. وليدي لا تخاف، احنا نموت وما نسلم خطابنا. خوش كفو منك. هلا حياتي. عجيب انتو هذا الجيل، تردوا كل شيء على الحاضر. ابني اللي يجي سريع ينتهي اسرع. قام يشمر علي اسامه، قام يتفلسف. انت تعرف شنو مصير ذول الباقر؟ لو موت لو سجن. شنو انتم يا اخوي تناظرون؟ شلون قاعد تشتغلون سوا؟ انا راح اروح لوزاره التجاره، وانتم ترجعون قبل المغرب. الله يسلمك. اللي سويت كبير عند الله. الله يكثر من امثالك ويخليك. ما نعرف شلون نجازيك والله. اذا احبتي المشاهدين، تعرفنا وياكم على نجمه برنامج نوتيلا لهذا اليوم، وفنانه عراقيه قديره كذلك متجدده، لانها بعت بروح الشباب، الفنانه المميزه والمبدعه الست آسيا كمال. اهلا وسهلا بالست، نورتينا في برنامج نوتيلا، وإن شرف ان تكونين ويانا. اهلا وسهلا بالست. اهلا بك، سعيده بوجودي في فضائيتكم الجميله. الله يخليك، وشكرا على الربورتاج الجميل هذا الحقيقه. شو رجعك هذا الربورتاج؟ الله، لايام التمثيل اللي حرمونا منها الدوله، صار 4 سنوات ونص. الله يكون بعونكم. ان شاء الله تعود الدراما العراقيه بوجودكم كفنانين عراقيين مميزين. اليوم برنامجنا هو بعيد عن البرامج التقليديه، برنامج راح نعود به للذكريات وطفوله الست آسيا كمال، واللي تاريخ طويل في المجال الفني وكذلك في الحياه الطبيعيه. مستعدين انه نتواصل وعندنا فقرات طبعاً. راح نعود للذاكره البعيده جدا. هاي اذا سعفتنا الذاكره. اكيد ان شاء الله بعد تشيل الشباب كل سنه. اذا احبتي المشاهدين، راح نتواصل وياكم وفقرات متعدده مع الفنانه القديره المتجدده الست آسيا كمال بعد هذا الفاصل. We'll be right back.
ارحب بكم مره اخرى احبتي المشاهدين، وبرنامج نوتيلا متواصل معكم كل يوم جمعه الساعه 9 مع فنانين عراقيين مميزين. وفي هذا الاسبوع مثل ما ذكرنا وشاهدنا الفنانه القديره آسيا كمال. ارحب بك مره اخرى ست. اهلا وسهلا بك. الله يسلمك. قبل أن ندخل بفقراتنا وعندنا الفقره الاولى، آسيا كمال وين من الساحه الفنيه العراقيه الوقت الحالي؟ الحقيقه احنا صار لنا 4 سنوات ونص متوقف الدراما بسبب يعني الأوضاع اللي مر بها البلد. مع العلم الفن هو واجهة كل بلد ولسان حال أي بلد، ليعكس ثقافته وانطباعاته وليوصل الفكر الصحيح للمجتمع وللبيت. لكن الدولة ارتأت أن توقفنا 4 سنوات ونص، ونتأمل على التشكيل الجديد إن هي يعني يعرفون قيمة الفن كرسالة. أكيد، والفن الفن رسالة مثل ما ذكرتي، وحتى تعريف البلدان الأخرى بحضارة كل بلد هي من خلال الفن، وكذلك كل شيء تريد توصله توصله عن طريق الفن. أكيد. عن طريق لوحة معزوفة، مسلسل، مسرح. فعلا. الشيء الآخر، كنت مديرة الفرقة الوطنية للتمثيل 3 سنوات ونص، لكن يعني استقاليت ظروفي البيتية. راح نتكلم على كثير من التفاصيل، لكن أول فقرة ويانا هي فقرة اسمها مدرستك، وراح نعيشك الأجواء الطفولية لآسيا كمال، واللي كانت من خلال بدايتها بالابتدائية كيف كانت، والمدرسة دائما بالابتدائية والمراحل البداية بتكون هي تربية وتعليم، إضافة إلى التعرف على كثير من الأطفال والأصدقاء، وبعضهم يستمر إلى الوقت المواهب واكتشافها. أكيد فعلا. كيف تكون وياك الذكريات؟ أني ما أخفيك سر، أني كنت كلش مشاكسة بالمدرسة. ابتداء من الروضة والتمهيدي كنت نشطة بالنشاطات الفنية، أي فقرة فنية تلقيني أصدرها وماخذ البطولة بيها، إلى أن انتقلت لمرحلة الابتدائية. أيضا بالابتدائية كنت في كل الأوبراتات اللي تقيمها يقيمها النشاط المدرسي تلقيني ماخذ الأدوار الرئيسية. بحقل الرياضة أيضا تلقيني بالصدارة، كنت يعني كلش اكتف، نشطه نشطه نشطه، بحيث اي مرحله ادخلها ابتدائيه ولا متوسطه ولا اعداديه يدزون على امي يقولوا لها بنتش نشطه دخليها نادي رياضي خلي تفرغ طاقتها وتجينا. فكنت يعني المدرسه عالم، عالم اخر يسقل الانسان ويبنيه. يعني تكتشف مواهبك، تكتشف اتجاهاتك من الصغر، انت وين تريد تروح، تروح رياضة، تروح علم، تروح فن، من الصغر يبدون ينمون هاي الموهبة عندك. أكيد. طفولتي كانت بمدرسة كلش مهمة يعني، ونموذجية اللي هي نجيب باشا الابتدائية، وبعدها غادرت إلى متوسط الحريري أيضا كانت نموذجية، ومثل ما قلت لك كنت مشاكسة ونشطة. كنت كل الميادين أني أشارك، ما أتوانى أبداً بالرياضة بساحة وميدان. ومن تخلص المدرسة كنت مشتركة بنادي شباب العظمية. يعني تستغرب إذا أقول لك تدربت على كل أنواع الرياضة، جمناستيك وسباحة وطفر عالي وطفر عريض وكرة قدم وسلة ويد، كلها كنت أتدربها. حتى أنا وصلت بالإعدادية صف رابع أخذت بطولة الرصافة بمئة متر موانع، وبوقتها مدرب مال الشباب يعني راد يأخذني للنادي، قلت له ما أقدر أني هسه بديت بالفن. طيب آسيا كمال نشطة من البداية واستمر هذا النشاط وياها، ذكرت أنه أنت رياضية واستخدمت كثير من الألعاب، ليش ما اتجهت إلى الرياضة؟ ما أعرف، لأنه كانت والدتي بذاك الوقت ماكرة بالدائرة السينما والمسرح فرقة القومية للتمثيل، يمكن هي يعني نمت هذا الاهتمام الفني عندي. وبعدين حتى مدرساتي ومعلماتي شافوا عندي هذه الموهبة ونص يعني كانوا يشجعوني انه اروح لهذا الجانب، وعائلتي كانت كل الشجع يعني بابا الله يرحمه كان يشجعني، اخويا اخواتي، فلقيت طريق سالك امامي وبدعم ايضا من والدتي وهي موجودة بالوسط، فكانت يعني درع حصين لي، كانت المعلم والموجه لي. لذلك يعني رحت لهذا الطريق وكنت احبه جدا. نقدر نقول والدتك هي السبب الرئيسي في الاتجاه، يعني لو ما والدتك والاقتناع بانه تكوني فنانه ممكن تكوني رياضيه. بالضبط. حتى طيب كنت راح اكون متميزه بالرياضه. اللعبه محدده. كنت راح اكون متميزه لو بالجمناستيك او بالركض والطفر الموانع. جيد.
احنا نعرف انه حتى الرياضه والفنانين دائما ما يكونوا قريبين طبعا. الفنان لابد ان يكون نشط ورياضي. الرياضه أكيد. فن فعلا في كل اختصاصات الرياضه هو فن. يعني كره القدم هو فن، هو خطه تنفذها. وكره القدم كلش قريب من التمثيل، لانه التمثيل هو عمل جماعي، يعني مو واحد، مجموعه تبدع وتطلع بنتيجه. المسرح او ايضا الدراما هو عمل جماعي يعتمد على الكل، يعني الشخص بمفرده ما يقدر يتميز او يبرز اذا مو الجانب المقابله متميز. يعني مثلا اذا عندي مشهد، اذا الممثل او الممثله اللي امامي مو اقوياء يضعفوني اكيد. بالنتيجه نفس الشيء، العمل هو جماعي. جماعي. وكره القدم هو عمل جماعي ايضا. انكم تحملون رساله مهمه وترفعون اسم العراق ما شاء الله. احنا قلنا كفنانين جيلكم كان من الاجيال المهمه، والاعمال التلفزيونيه الدراميه العراقيه بفتره التسعينات وحتى بدايه الالفين مميزه جدا، وشاهدنا المسلسلات العراقيه متابعه حتى على مستوى الوطن العربي. لكن اليوم في الوقت الحالي ربما ذكرتي الاسباب الاخرى، لكن الفن العراقي يعني سبحان الله هم متشابهين، وحتى في الرياضة اثنينهم أخفاق في الفترة الأخيرة. لا شوف، هو ماكو أخفاق، هو توقف. يعني ما قلت لك توقفنا، صار يعني آخر مسلسل كان رباب وبعد راس قيب بال 2015. بعدها صار التقشف، بعدها مرت البلد مر بحرب دواعش، فصار توقف. ولا يعني مثلا لو تقيس انت بهاي السنوات الراحت، تقدم مثلا بنفسج الاحمر اخراج استاذ فارس، تقدم ثلاثيه اعماق الازقه المدينه وباب الشيخ وراسقيه، تقدم رباب، تقدمت اعمال مهمه الحقيقه فعلا. لما يكون عندك ورق قوي وكادر قوي ومخرج متميز يطلع عندك عمل جيد. يعني احنا عندنا في كل اختصاصات كوادر مهمة، لكن المشكلة بالإنتاج. أكيد. يعني من ما يكون متوفر إنتاج كبير يوازي أهمية العمل طبعا يطلع العمل مهلهل. أكيد. بما أن ذكرنا الذكريات والبداية من المدرسة، لكن المسلسل اللي ظلت ربما في أثناء كل المتابعين المسافر مع الفنان كاظم الساهر، واللي شكلت علامة بارزة. نعرف أنه الفنان آسيا كمالية فنانة قديرة، لكن كيف شاهدتي تواجد فنان معاكم ويخوض أول تجربة فنية؟ هو ذكر وصرح أنه أنا مو يم الفن، كيف شاهدتوه وياكم؟ والله هي تجربة جميلة. أستاذ كاظم تحياتي إلى القيصر، فنان كبير ومبدع الحقيقة، يعني يمتلك أخلاق راقية جدا وعالية جدا، وتعامله إنساني وراقي. هي شوف الإنسان يخوض تجارب أكيد. بالحياة قد يفشل بيها قد ينجح، يعني باعتقادي هي تجربة تحسب إليه جميلة. يعني هذا التطعيم بين الغناء، وهي يعني أول مرة تصير بالدراما إنه مسلسل غنائي بطلة مطرب نجم، قصة حياته، ومو قصة حياته الحقيقة لكن كمكتوب. فكانت تجربة كلش رائعة استمتعنا بيها، وأيضا هو أكيد استفاد من مشواره بالتصوير كتمثيل، لأنه الكليب هو تمثيل. أكيد فعلا الكليب هو تمثيل، يوصل حالة، يوصل ما تقوله الكلمات وما يقول اللحن وما تقول الأغنية، فأكيد فادته. بالنتيجة تجربة رائعة مع أستاذ كاظم. طيب اليوم واحد من الفنانين الشباب لو دخل في مسلسل عراقي وشارك، راح ينجح مثل ما نجحت المسلسل المسافر اللي كانت بالتسعين تقريبا؟ ليش لا؟ إذا النص مكتوب حلو وكادر قوي مثل ما كان الكادر المسافر، كلهم عمالقة كانوا، ومخرج متمكن، إنتاج قوي، أكيد يطلع على أن يكون ممثل، يعني يقدر يواكب الممثلين ولو لدرجة خلينا نقول 50%، لأن 50% الأخرى تشيلها نجوميته كمطرب أكيد. وصوته وأغانيه اللي بالمسلسل. طيب فنان كاظم الساهر فنان قدير ومسلسل تاريخي وظلت في أذهان كل المشاهدين. أنا أعتبر المسافر فد انتقالة فنية في حياتي، محطة أكيد. مهمة في حياتي، وجود فنان كبير ونخبة من الفن العراقي. احنا نتواصل وعندنا فقرة أخرى. إذن أحبتي المشاهدين متواصلين معكم ومع المتجددة القديرة الست آسيا كمال، لكن نروح لفقرة أخرى ونتواصل وياكم.
متواصلين معكم احبتي المشاهدين وبرنامج نوتيلا مع القديره المتجدده الست آسيا كمال. ذكرنا كثير من التفاصيل بفقره مدرستك، والان فقرتنا هي ملاعيب ست آسيا. فقرتنا اسمها ملاعيب، ودائما نقول ملاعيب العيد، يعني مصرين ترجعوني للطفوله. اكيد راح نتكلم عن الطفوله، واكيد الالعاب اختلفت بالوقت السابق عن الوقت الحالي، لكن ذكرياتك عن الالعاب عندما كنت صغار، شنو تلعبون، اللعبات اللي ظلت في الاذهان؟ مثلا التوكي، كنا نجيب قواطي مال نيفيا الزرقاء، من تفرغ نخلي لها تراب نترسها ونسدها ونسوي مربعات بالقاع ونلعب توكي 1 توكي يس توكي نو توكي يس. هذه كانت اللعبه المميزه بالنسبه لي، وكنت العب دعبل ويا اخويا. والختيله، وكانت عندنا هوايه انا واخويا بالحديقه نصيد زنابير. بالقلاص نسوي لها هيك. ما تخافون من لا تدري اطفال ما اخذنا الاندفاع، نصيد الزنبور ونخليه يوقف على الحشيش، نخلي القلاص عليه ونظل نتفرج عليه، بعدين نطيره. يعني ما تقتلوا له؟ لا 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 استحاله. وكنا نحب يعني نربي حيوانات اليفه، عفوا لعابات ملعبات، هاي لعابات وحد. بس تدري انا مثلا ما كنت مولع بافلام الكرتون، بس كنت احب باباي. باباي اي بس لين سرعه يمكن وانت شويه تحبين ركض. لا احب المكايد مالتهم. وكنت احب كرتون هاي العجوز الساحره تصعد على المكنسه، انت ما تعرفها يمكن اللي بجيلي يعرفوها، العجوز تصعد على المكناسه الساحره وتطير شريره. ف يعني مو هوايه موقف صار وياك وانت صغيره وتلعبين هاي الالعاب، صار وياك ما تنسي، يعني دائما تقولين هذا الموقف ما انساه، راح كل ما يمر سنه وسنتين وثلاثه ويعني سنوات طويله ما راح تنسي هذا الموقف، ظل في الاذهان آسيا كمال. موقف هو مو هي هم لعبنا لعبه انا واخويا، يعني كنا وكحين حقيقه، مو وكح اني، فسيارة بابا واقفة على الرصيف، كنا صغار يعني أنا بالروضة وهو بالتمهيدي. قلت له ثائر خلي ناخذ السويش مال بابا وسوق سرق المانوش، قلت له نسل نفسك. والله بقنا السويش وسقنا السيارة على الرصيف، يم ساحة عنتر ونزلت بنص الشارع وما يعرف يسوق السيارات الشكل. بس يعني الحقيقة دارانا بابا هوايه ورا هذا الموقف. ما سويتوا حادث؟ لا لا وقفت السيارات. الحمد لله والشكر. الحمد لله دارانا. طيب الالعاب بالوقت السابق. ما اقول عاقبنا دارانا. الحمد لله والشكر. تستحقون. هذا ما انسى ابدا. وكنتوا تستحقون صراحه. اي والله. طيب لو هذا الموقف صار وياك هسه شنو راح تسوون؟ اولادي؟ اولادي. لا اولادي كبار ما شاء الله. يعني كانوا صغار ويسوون هيك هم راح يداريهم. هم راح اداريهم نفسهم دارا بابا الله يرحمه. طيب احنا ذكرنا الالعاب في السابق، اليوم الالعاب اختلفت في الوقت السابق عن الوقت الحالي. نشاهد الالعاب الالكترونيه هي اللي طغت على الساحه، ساحه نقول للاطفال. نشاهد الالعاب، يعني نعرف انه العاب كره القدم، ذكرتي الدعبل والالعاب الاخرى اليوم يمكن موجوده، لكن ام خريزه وهي ام خريزه والالعاب والتوكي والالعاب هواي، لكن اليوم مو اختفت، نقول قلت بسبب وجود التقنيات. والله اختفت تقريبا. اكو لعبه الالكترونيات والالعاب وال على التليفون وعلى شو اسمه، شوف هي اعتقد هي يعني تحرك المخيله هسه اكثر وتحرك الخيال. اكو العاب ما الذكاء يعني تحتاج ذكاء عالي حتى ممكن يلعبها الطفل، انا اعتقد تقوي الذهن وتنميه. لكن اليوم الاطفال ممكن تسبب لهم ضرر يعني نظرهم، باعتبار اليوم موجود الايباد والالعاب مو بس نظرهم الالكترونيه. مو بس نظرهم، يعني من يكون كلش مو لعب الايباد ويظل يعني متمسك به لساعات طويله، بعض الاهالي حتى يخلصون من اولادهم وام البيت مثلا حتى تشتغل تشمر الايباد بيد ابنها او بنتها تخلص منه وتروح، هذا يسوي توحد. طيب كيف نتخلص من هذه العاده؟ هي سلبيه. لازم يكون اكو سيطره، يعني لازم
يعني إنسان يسيطر على أولاده في أعمار معينة، يعني ما يسمح له يشوف أي شيء، ما يسمح له يعني يستعمل التليفون والأجهزة هذه الإلكترونية مدة طويلة وينعزل عن العائلة وعن أقرانه وعن الأطفال، لازم يختلط لأن هذا يسوي توحد. طيب حتى الألعاب اللي كنتوا في السابق ربما خرجت لنا جيل من المثقفين والواعين والفنانين، اليوم حتى نتائج الطلاب سواء في كل المراحل ضعيفة جدا بسبب الاتجاه للألعاب الإلكترونية. يعني أجيالنا ما استفادوا من التكنولوجيا بعكس الغرب. صح. يعني يقعد على الحاسوب حتى يكتشف، حتى يدرس، حتى يخترع، حتى هنا ألعاب يوتيوب، يعني مفروض أنت هذه التكنولوجيا تستفيد منها مو تخليها للتسلية، مستحيل. طيب احنا الألعاب اللي في السابق شلون نقدر نرجعها يعني ترجع ربما حتى نرجع شيء بسيط من عندها، كيف نقدر نعاودها؟ ما انت هذا يعني الأسرة تزرعها بالأولاد، توفر يعني لهم اياها. الأسرة هي السبب الرئيسي نقول. طبعا لازم عندك كنترول، مستحيل كنترولك مو بعد ما يصير 14-15 سنة ما سيطر عليه، كنترول من هو صغير. يعني من الأربع سنين يبدي إدراكه ويعرف يستعمل الأجهزة، أنت لازم عندك كنترول عليه، ولا شلون؟ ما يصير تفلت السيطرة. فعلاً. يبني تبنيه من الصغر صح يكبر صح. أكيد. فقرتنا هي ملاعيب ونعرف إنه أنت رياضية وشجعين نادي الشرطة. طبعاً تحياتنا لنادي الشرطة. وجودك في الملعب في أكثر من مباريات شاهدنا إنه فنان عسى كمال مع الفنان باسل الشبيب تحياتنا إليه، كنتوا مع نادي الشرطة لكن في الفترة الأخيرة ربما ما شاهدناكم في الملعب ومع الفريق. يعني يمكن احنا كنا ملتهين، انا كنت بالاداره ودوام وتدري مسؤوليات البيت والنتائج ما كانت يعني الحقيقه مشجعه، تطرحون بس الصراع على الادارات ويعني شيء ألمنا الحقيقه، بس اكثر شيء الانشغالات. طيب واحده من المباريات اللي حضرتوها كان تتويج نادي الشرطه، كانت اللعبه النهائي ويا نادي الطلبه، نادي الطلبه وفزنا وحققوا اللقب. شلون الشعور اللي صار عند آسيا كمال؟ شعور جميل جدا. يعني الفريق من يحس مشجعين موجودين بالملعب، ويعني خلينا نقول مشجعين متميزين ومعروفين انهم ولائهم يصير عندهم دافع انه يقدمون الافضل، مثل ما احنا بالمسرح من نقدم عروض جاده ونحس اكو ناس اكاديميه جايين، ناس نحسب لهم الف حساب. اكيد. بالتحليل بالنقد أداءنا الحقيقي يصير غير شكل. نتمنى أنه توفيق لنادي الشرطة وتكوني مشجع الموسم القادم، حتى نادي الشرطة إذا سمعوا أنه تشجعين نادي الشرطة طالبين أنه تتواجدين. أنا أحب نادي الشرطة للعظم يعني ما أختلف عليه، صار لي سنين نادي الشرطة. طيب شلون ولكل حصان كبول من شو كنت ترحيل الملاعب وشجعين هذا النادي؟ أروح بوقت فراغي. لا في الوقت السابق باللعبات المهمة أروح. طيب نتمنى التوفيق لهم. احنا نتكلم عن فقره الملاعب وذكرت ملاعب الاطفال، اليوم حتى كره القدم صار كثير من المشاكل والالعاب الاخرى، لكن تبقى كره القدم حتى اطفال اليوم مستمرين ربما ما انقطعت حتى بكل حتى الاختصاصات الاخرى، يعني الانواع الاخرى من الرياضه كلها تمارس بالنوادي بالهذه موجوده، واليوم توفرت كثير من الامور الرياضيه حتى مو فقط كره القدم، كثير من الملاعب حتى القاعات الرياضيه يقدر الشخص يذهب لها. بعيدا عن موضوع الايباد، انت ضد هذه الفكره اطلاقا؟ اي لا مو يعني بهالكم وبهالكثره وبالتفرغ الكامل لهذا الجهاز، هذا مرعب مرعب هذا الجهاز. طيب لو عندك اطفال في الوقت الحالي تنصحينهم يبعدون؟ اي طبعا. طيب الطفل لو عاند ايش راح تسوي؟ ماكو يعاند، ما يعاند، ايش قادر يبكي يعني ربع ساعه نص ساعه، خليه يبكي، دخل الغرفه ست الباب قول له صوتك يزعجني كمل بكي واطلع للصاله. وهذا هذا كان تعاملي يعني. يعني الشيء اللي ما اريد يلعبون باولادي اخذه ومن يبكي اقول له روح الغرفه ابكي صوتك يزعجني، من تسكت على يمي. اكيد. واحنا هذا طبعا نتمنى انه كل اهلنا واللي عندهم اطفال انه يبتعدون عن هذا. التربيه اعز من الظنه فعلا، يعني انت تقسي على قلبك شويه وتقسي عليه بس تقومه صح فعلا تبنيه صح. صح. الدلال ما يجيب نتيجه. وذكرنا انه الوقت السابق اختلف عن الوقت الحالي كثير. احنا ليش كنا مطيعين؟ لازم اولادنا يصيروا مطيعين. حتى العابكم كانت بسيطه جدا. اي لبساطتها بس جميله جميله، بها نقاء وبراءه، واحنا نصنعها بيدينا واحنا نسويها بيدينا، وحتى نلتم ثلاث اربع بنات، حتى نلعب خرس، حتى نلعب مدري شنو. جميله. اليوم اذا شاهدين ابسط من ما اليوم اذا شاهدين الالعاب القديمه امامك في كثير من يعني شنو الاحساس اللي بداخلك يكون؟ احن للامان للسلام، يعني كانت فتره
بسيطة، كل شيء بيها نقي. طفولتك كانت جميلة، يعني طفولتنا كانت حلوة وجميلة ونقية، كل شيء بيها بسيط، كل شيء بيها من صنع إيدك. أكيد. واليوم حد إضافة إلى موضوع الآيباد والأمور الإلكترونية، الألعاب، السلاح والمسدس، الألعاب اللي كثير حتى بالإيد وما شابه. ضد هذه الألعاب مزعجة جدا كثير من المناطق اليوم، نشاهد مشاكل طبعا الموجود بالساحة يعكس الأطفال، وهذا يعني شيء سلبي جدا، يسوي عوق ويعلم عن العنف. شلون أعلم أطفالي على العنف؟ تغير المجتمع والأمور اللي تحصل بالبلد ربما سبب. اليوم أطفالنا يشاهد على سبيل المثال فد مسلسل أو فيلم بقتل وأكشن، وبطبعاً طبعاً إحنا صارت عندنا كثير من الأمور السلبية، وأطفالنا ربما تعلموا من هذا، وللأسف الشديد إحنا نتمنى إنه نقضى على هذه الحالة. وأكيد الأطفال بدل ما يتعلمون، احنا طبعا اليوم امس كانت نتائج السادس الاعدادي، شاهدنا كثير من الشباب نتائجهم سلبيه، حتى الثالث حتى الاطفال. اليوم قريت بالتلفزيون اخبار انتحارات بين الشباب والشابات على مود النتائج. اكيد فعلا، وهذا سببها يعني قالوا كثير من المشاكل، لكن الاساس التربيه بالبيت والابتعاد عن الالعاب وقت الدراسه، لابد ان يهتم الطالب بدراسته سواء بالابتدائيه او حتى نظام اكو سيستم، كون نظام وقت الدراسة دراسة، وقت اللعب لعب، وقت التسلية تسلية. أكيد فعلا. احنا فقرتنا هي ملاعيب وراح نستمر، عندنا كثير من الفقرات. قبل ما ننتقل لغير فقرة، رأيك بهذه الفقرة وبما ذكرناك؟ ذكرتوني والله بطفولتي، يعني أنا طفولتي جدا جميلة وأحبها وأعتز بها ودائما أتذكرها. أكيد. عندنا فقرة أخرى أنا أحبتي المشاهدين، متواصلين مع المبدعة آسيا كمال، وإلى فقرة أخرى. متواصلين معكم احبتي المشاهدين، مشاهدي قناه دبليو تي في الفضائيه، وبرنامجكم الاسبوعي نوتيلا مع المبدعه دائما الست اسيا كمال. تكلمنا عن فقرتين وذكرنا الالعاب ورجعنا للاطفال. فقرتنا الان هي فقره اسمها كرشك. الحمد لله انت كرشك اسمها، انت رياضيه ومحافظه. عنوان غريب، اول مره اسمعه بالبرامج. طيب احنا بعيدا عن الامور اللي تطرح بالبرامج، برنامج شوي مختلف. وكرشك نتكلم عن الاكلات، علاقتك بالاكل ممتازه. طيب تتذكرين الاكله الجميله اللي تطبخها الوالده واللي دائما تكون ببالك وتحبين تاكليها من الوالده؟ المقلوبه. مقلوبه الدجاج بالقرن الابيض، تعلمتها من والدتي، بس يقول لك صانع الاستاد استاد ونص. بس انا اضبط منها. يعني استاد ونص. انا احب المطبخ، احب الطبخ، بس اكلي كلش معتدل، وبدليل وزني هو هذا من سنين يعني. بس انا احب اطبخ، احب المطبخ، واحب الاكلات، ويقال يعني اني طباخه ماهره. طيب الدولمه هي الاكله اللي ظلت ببالك؟ اصطب الدولمه اني. الوالده غير الدولمه، اكله ايضا تسويها الوالده وتقولي من الوالده اكلها طيبه. اي تشري بالدجاج ماما تسوي طيب، الكوبه بتسويها طيبه، المقبلات ماما يعني ممتازه بيها اشكال، وتعلمتها منها. طيب ونعرف انه الاكل العراقي باميه. طيب احنا نتكلم عن موضوع الاكل، وحتى نضيفك من الموجود. شكرا. احنا عندنا موجود عصاير وعندنا هذه البوتيفور. شكرا جزيلا. شكرا. شنو تحبين؟ اي شيء يجي من ايدك. اوكي الله يسلمك. بس لا تكثر، بس وحده وحده مو قلب الحب. شكرا جزيلا. بس تسلم. الله يسلمك. انا مو راح اكل وياك على الواهس. اوكي. علاقتك بالحلويات، احنا ذكرنا الاكل، انت مبدعه بالطبخ. بالحلويات كصناعه؟ يعني كصناعه صفر. اعتراف صريح. نعرف انه الاكل العراقي دائما ما يكون دسم. انا ما اطبخ دسم. ابدا. يعني ما احب الدسامه بالطبخ. موضوع الدايت والصحي؟ لا. يعني منظر الدهن بالطبخه ما اتقبله. يعني حتى لو اتغدى بمطعم من يجيبوا غير الماعون، يعني نفسيا ما اتقبله. وبعدين صحيا ايضا، يعني مو لي ان دايت، مو صحي الاكل يصير دسم ودهين
ولا منظر حلو ولا جميل ولا سهل هضم. في الوش أطبخ كمية معتدلة وصحي ولذيذ. فعلا شرب العصير، احنا الاكل العراقي دائما ما يكون دسم، وهي الاكلات اللي مثلا على سبيل المثال خطار او موضوع تجمع الاهل والاحبه، الاكل اذا ما يكون دسم يقول هذه حلاوه الاكل يعني بدسومته. لا مو كل الاكلات، شوف مثلا الدولمه تحتاج مثلا تخلي بالشعبليه حتى من تفور الذبمونه على الاكل، تحتاج ضلوع. مثلا الباميه تحتاج لحم بيليه دسم، او مثلا تحمس ويا الباميه شويه لي قطعه تنطي نكهه، مثلا هاي الاكلات. اما باقي الاكلات ما اعتقد تحتاج هاي الدسامه. طيب وهم بالكميات كبيره اكيد. انت اكل صحي، ونعرف انه انت يعني زين محافظه على وزنك. ايش قد وزنك؟ وزني 64. زين، يعني من سنوات ما زاد ابدا. اذا يريد ينزل 63 ونص يصعد 64، 63 ونص 64. طبعا هاي نصيحه لكل المشاهدين انه احتفظوا بوزنكم، ونعرف الوزن والعراقي. بعدين انا لاغيه، انا لاغيه فقره العشاء هاي 15 سنه اطلاقا. يعني اذا اريد اكل على العشاء اجوع، يعني اكل كاسه لبن او اكل يفد تفاحايه فقط. طيب بيتكم في السابق كيف كان يتكون والاكل، والوالده من تجيب الاكل وهاي الجمعه؟ لا انا اقول لك صار 15 سنه مات، عشان قبلها حتى ما كنت ببيت اهلي، لها وجبات كامله، ريوق وغداء وعشاء وكل. اعتقد طيب ايش تتذكرين من هذه الجمعه اللي ما بين الاهل؟ طبعا الوالد والوالده. جمعه جميله، ويعني متفقد كبار البيت، اعتقد العائله تتطشر. ويعني زواجات، وكل من يصير عنده أسرة وكل من يصير عنده عائلة، كنا ننجمع مثلا كلنا الجمعة مثلا بيت أهلي، نلتقي الأحفاد الأولاد الزوجات. بس الحياة تأخذ هواية. اسمحي الأغنية من زميل المخرج. ما شفت مثلك مرات طباعك عجيبة، انت بشدة ابو ظل انام، ام ابد ماكو مثل طيبتها طيبة. انت بشدة ابو ظل انام، وام ابد مثل طيبتها طيبة. انت هبة شد راسي ما نفع شد الغريبة، وانت هبة شد راسي ما نفع شد الغريبة، وانت هبة شد راسي ما نفع شد الغريبة. انت شد راسي ما نفع شد الغريب. اي وجهت عين عليش ابوس راسك وديش، عافية مريد يوم العافية اتمنى. وجهت عين عليش، لكن شو تذكرتي من هذه الاغنية؟ ذكرت ماما مسافرة، تحياتنا لها ويا رب ترجع بالسلامة. ذكرت بابا الله يرحمه. ذكرنا موضوع الأسرة والعائلة، اليوم آسيا كمال تفتقد هذه العائلة اللي كانت متجمعة على معون واحد احنا نقول؟ اي طبعا، اني يعني اهلي كلهم برا بس اني هنا، خواتي برا واخويا ووالدتي، احنا عائلتنا صغيرة يعني، احنا كلنا ثلاث بنات وولد. بابا توفى الله يرحمه، ماما سافرت وخواتي برا. يعني اخر مره التقيت بالوالده شو وقت؟ قبل 8 اشهر. يعني متواصل لقاءات لو؟ لا والله هسه انقطع، يعني جوز بعد فد 3 اشهر يلا اقدر اشوفها. ف وين تشوفها يوميا؟ ام صح. يا رب يطول بعمرها الله يخليك، تعود والشاهد دائما شاهديها. الله يسلمك.
طولت العمر للوالده والله يرحم الوالد. اكيد احنا مو هدفنا انه نبكيش، لكن احنا هدفنا انه نتذكر، والذكريات جميله جدا. اليوم نتكلم عن الاكل، وذكرتي قبل ما سمعنا الاغنيه موضوع الاكل. اليوم الاكل ربما اختلف في الوقت الحالي الوقت السابق، والاعتماد على الاكل الجاهز. يعني قبل كان الاكل رغم انه بسيط لكن له طعم، واليوم الاكل موضوع الدليفري والاكل الجاهز هو اللي طغى على البيت. اسعى السهوله. الو فلان شيء، الو فلان شيء. انا ما احب اكل المطاعم. يعني من صار عندي تصوير مثلا استمر فد اسبوعين جره وحده عندي لوكيشن مالتي مثلا يستمر لفد 10 ايام اسبوعين. يعني هسه ليش تروح بعيد؟ يعني انا كنت مسافر انتخابات نقابه الفنانين فتش دافتر المحافظات على الانتخابات اسبوع صار لي. والله انا بالطياره والبارحه جاي من اربيل تحت شو روحي، قلت الله مشتهيه اكل ايدي، ارد اطبخ طب المطبخ، يعني اسبوع صح. يعني تمل من المطاعم. لا ذوقك ولا طعم حلقك ولا الشيء اللي تريده، شلون ما يكون الاكل بس مو مثل اكل البيت؟ استحاله. طيب اليوم العوائل يستخدمون هذا ربما للظروف اللي العمل، مثل ما ذكرت انت كنت في يعني في سفر ممكن تستخدمين الاكل الجاهز مضطرين. مضطرين، لكن مضطرين. الاغلب البعض منهم او الاغلب يستخدمون هذا الاكل للسهوله. لا لا نصيحتك لهم يعني حتى اولادي يعني حتى باسل ما يحبون الاكل برا، يعني مرات نقول لهم ندز اليوم نقول لا ماما ايش تطبخين طبخين بس مو من برا. اي بس انا اقول لك السمك المسقوف نجيبه من برا ونسويه حتى ما نحمر. انت ذكرت انت طباخه وطباخه وماهره وعلاقتك بالاكل خاصه بالمطبخ، قلت انا علاقتي زين بالمطبخ، بس موضوع الحلويات عجب بعيد عنه. لانه انا متواقع لها فما خليت بالي يمها، يعني ما عندي ولع بيها هالقد فما ركزت عليها وما تعلي. يعني هو مو صعب، ممكن اطلع على اليوتيوب واسوي بس ما عندي ولع بالحلويات ابدا. ما يعني حتى الداطلي والزلابية. شوف انت جيت على الزلابية، الزلابية الوحيده لا اكلها. بس مو هوايه، يعني مثلا هذه العوده مالت الزلابية يمكن ابقى بها يوم كامل. هاشنا والله يعني ما اكل حلا هوايه على مود. لا 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 لا, لا. ما اتحمل الحلا هوايه، يعني اعض شويه واخليها ورا ساعه ارجع اعض شويه، يعني ما اكل حلا هوايه. طيب حتى على مستوى نساتل وعصاير وبفسيات همنا ما اكل. صار وياكم موقف اثناء التمثيل باحد الاعمال انه صار الاكل لازم تاكلين اكثر، وانت ذكرت انه اكلي اني مثلا بسيط جدا. صار بمسلسل وياي بنصور بسليمانيه. اي بسليمانيه جمعوا تقريبا 6-7 مشاهد مال ريوق، خلوها وحده ورا الاخ، بعد يخلص هذا المشهد نروح نغير محطه ورا ريوق. قلت لهم والله اللي يحط بعد قبالي اكل ما قلت لهم ما اقدر اكل ما اقدر، ايش بعد راح اشرب بيت شاي؟ قالوا ما يشرب بيت شاي. شفت جاي تريقين غير حوار ويا الاكل. قلت يكتب ما ايش اسوي؟ اخشمر روحي، اخشمر الكادر كله، احط الخيار، اكل شويه زيتونه، يعني شبعنا. مره هم صار موقف 3 مشاهد ورا بعض مال الغداء واحنا جايين من بريك غدا، يعني تغدينا خلص بريك بدينا المشاهد. قلت لهم زين خلوها واحنا جواعه، احنا شبعانين فول وجابوا الاكل لازم تاكل، وثلاث مشاهد واحده ورا الاخ بحيث ما اقدر اتنفس. هاي المواقف اللي طيب اكله جابوها وانت اصلا ما تحبي تاكليها لو انت عادي يعني؟ ايه نقضيها زلاطه خيار وشويه خبز. طبعا احنا صحه وعافيه لك اكيد، ونتمنى لك التوفيق، وانت فنانه عراقيه مميزه واعمالك ذكرنا انه الاعمال دائما اعمالك تكون مميزه، لكن عمل ظل ببالك وتقولين هذا انا عشته بالحقيقه، يعني اعتبراني واقعيه بي اكثر من اللازم. رباب. يعني رباب من الاعمال اللي ما راح انساها طول حياتي، له خصوصية كلش كبيرة عندي. العمل لأنه أحداث حقيقية. يعني فليكن القصة نفسها مو حقيقية، لكن يعني هي التسفير هو حقيقة صار بالعراق. فاشتغلت الشخصية بشكل واقعي تماماً. كنت احكي نفسي اقول لو يا اسيا هذول الاولاد المسفرين اولادك عمر عبد الله شنو مشاعرك؟ اشتغلي على هذا المبدا، اشتغلت بواقعيه تامه بالتمثيل،
لذلك يعني أخذ ما أخذ مني رباب التصوير. هي على ضوء رباب نزل وزني وبعد ما رجع. كلش تعبني رباب، كانت الحالة تستمر وياي بالبيت ومن أنام ومن أقعد، الموت كله وياي 24 ساعة. دليل نجاحك وشاهدنا عمل مميز. نحن نتواصل بتشينات شوية لكن فقراتنا مستمرة وعندنا فقرة أخرى. هذا أنا حبيتي المشاهدين متواصلين وياكم في برنامج نيوتيلا وإلى فقرة أخرى. مرحبا بكم مرة أخرى أحبتي المشاهدين وتحياتي اللي انضموا لنا الآن. فقرتنا هي سمر وأكيد فقراتنا استمرت، والآن هي فقرة سمر تكلم عن السمر والعادات والتقاليد والزيارات المتبادلة ما بين الأهل والأصدقاء. آسيا كمال، شلون علاقتها بهذا الموضوع؟ شوف يعني سابقا كانت الحياة أبسط، التزامات أقل، ماكو تليفون، ماكو واتساب، ماكو فايبر، يعني كانت يعني الزيارات مفروضة، لأنه شلون تتواصل ويا خالك ويا عمك ويا أقاربك ويا لازم تزوره ويزورك. حتى كانت قبل يعني هسه الناس تكتفي بالعيد برسالة، قبل لازم تزور. عفوا نزوره وإلا يزعل. صح. هسه اعتادت الناس لانشغالاتها انه رساله عن طريق الماسنجر، عن طريق الواتساب، تعايد كل اصدقائك كلش طبيعيه، يعني صار سيستم بالحياه هذا الشيء. ف مثل ما قلت لك الالتزامات صارت كثيره، هموم الحياه والضغوطه صارت اكبر، بحيث يعني وين وين الله يمكن تزور احد او يزورك احد. اعتقد كل العوائل الشكل الان حاليا اعتقد. طيب علاقتك بجيرانك القريبين؟ ممتازه ممتازه. يعني أنا عندي مو جيراني كلش، لا بالسكن القبالي عندي صديقات اثنين، علاقتنا جدا ممتازة ومتواصلة، يعني يوميا نلتقي وأكو ألفة كبيرة بيناتنا ومعوضين الحقيقة عن غياب خواتي. أكيد. طيب العادات والتقاليد اللي كانت في السابق ربما خرجت لنا مجتمع متماسك ومجتمع قوي، واليوم أكيد اختلفت بوجود كثير من الوسائل الأخرى، لكن في السابق كانت ربما أفضل. طبعاً ذكرت أنه اليوم أنا أختصر المسافات، في السابق كان أنه الجار يروح الجارة، حتى موضوع شهر رمضان والمناسبات الثواب ويوزعون الأكل والطعام بينهم. هاي شوف هذه موجودة، يعني هذه مال توزع ثواب، تودي فضل، جارتك تجيب لك صحن، أنا أودي لها صحن، هذه لا زالت موجودة، لأنه يعني هذه موجودة عند الكبار. يعني هم تربوا على هذا الشيء، تفهم علي؟ يعني مو هذا الجيل مثلا حتى ما يعرفها وما يسويها، هذه احنا هذه الأجيال يعني ربات البيوت هم يمارسون هذا الطقوس، فلا زالت موجودة عندنا. بالأكيد هاي تتوارث يعني بالنسبة للسيدات والبنات والشابات، هذه متوارثة أعتقد موجودة وما منقطعة إطلاقاً. أكيد فعلاً. نحن اليوم العوائل العراقية مثل ما ذكرتي الكبار يستمرون، يمكن يعطون نصيحة ويعطون معلومة للأصغر من عندهم إنه هاي عندنا كذا عادات مستمرة ويشوفوهم. شوف الشعب العراقي عنده لحمة. أكيد. يعني عنده محنة على بعض. فعلاً. يعني الفرد العراقي حنين ورقيق. اي موقف يدخل نفسه به، اي انسان محتاج ممكن يتطوع يساعده، هذا ما تلقيها برا صدق. يعني تصير مشكله قباله يلتفت هيك ويطلع قبل. العراقي يتدخل ويوقف ويساعد ويحل مشكله، واذا تنخاي وقف لك حقيقه ما نقدر ننكر. مثل ما معروف ان العراقي صاحب نخوه وشهامه وبالغيره، معروف يعني احنا دائما نقول العراقي عنده غيره، وكثير من البرامج صح شاهدنا انه موقف الكاميرات المخفيه تكون صح. العراقي دائما ما يكون هو حدي وغيرته على بلده وعلى ناسه صح. اكثر من موجود في الدول العربيه تمام. وهذا اكيد ينطي حافز انه احنا نفتخر انه احنا عراقيين أكيد. وما يحدث الان بالامور المظاهرات والامور الاخرى يا رب تنقضي على خير وان شاء الله يا يكون ربي. بلد آمن. امن اكيد ان شاء الله. اللي كثير من الاعمال الانسانيه منها برنامج انساني ساعدت كثير من الفقرات، رايك بهذا المشروع وهذا الموضوع اللي قمت به
تجربتك؟ يعني هو برنامج إنساني بحت، إنه توصل للإنسان المحتاج اللي ما يقدر يوصل صوته، ما يقدر يوصل لأي مكان، من تروح له وتوصل له يشعر إنه أنت المنقذ. إيش ما تقدم له ولو شيء بسيط، هو تزرع سعادة بداخله. صح. يعني أنا أعتبرها كبيرة من رب العالمين إنه تقدر تزرع ابتسامة بوجه إنسان، تسد له ولو حاجة بسيطة، لأنه الحاجة مؤذية. إنسان من يحتاج وما يقدر يوفر هذا الاحتياج إليه، أو ما يقدر يوصل عاسته للآخر، للجهة المعنية. يعني أنا أنصح كل إنسان الله ممكنه، كل جهة، كل قناة، إنه تقدر تساعد محتاج على قدر هذه المساعدة، على قدر بساطتها، هي تسعد الآخر، تسعد هذا الإنسان. يعني ما أعرف، أنا أعتبر كل شيء إنساني كبير. والفنان من يحمل رسالة أكيد هو هذا ممكن عايش هاي التجربة ومواطن من بلده. أكيد فعلا. ست، احنا وصلنا للفقرة الأخيرة وهي غرد، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي والموضوع الأخرى خلينا نقوم على الشاشة. وصلنا للدقائق الأخيرة للبرنامج، ويا رب يكون ما تعب ناس. لا بالعكس، ممتع جدا. الله يسلمك. احنا غايتنا انه ان الله يسلمك نوصل افد معلومة عن الفنانة القديرة ست آسيا كمال، ويا رب انه تكون جمهور عرف عن كثير من التفاصيل. قبل ما الختام اخذ دقائق، رأيك بالبرنامج والفقرات اللي ذكرناها؟ برنامج منوع، وبرنامج لأول مرة يعني يصادفني هيك برنامج لذيذ. الله يسلمك. فقراته خفيفة، مو تقليدي الحقيقة. عمرك، تاريخك، أعمالك، سي فيك، هذا الجمهور شبع منه 40 سنة. الجمهور تواقع يعرف الوجه الآخر للفنان فعلا بطريقة جميلة ومهذبة، و يعني ما توصلون للأشياء الخاصة اللي أكثر الفنانين ما يحبدوها. دخلتوا تفاصيل جميلة حياتية، طفولته، شغلاته. بارك الله فيكم. احنا الفقرة الأخيرة ناخذ صورة يلا تبقى ذكرى وننشرها، انه اليوم الفنانة الكبيرة ست آسيا كمال كانت ويانا في البرنامج. الله يسلمك. اكيد نورتينا ست. تسلم. ناخذ هيك صورة، هيك ناخذها. يلا اوكي، شكرا ست، واتمنى لك التوفيق. فنانة عراقية كبيرة، ويا رب تعود الدراما العراقية بوجود الست آسيا كمال ووجود نخبة من الفن العراقي. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا. شكرا للفضائية الجميلة لاستضافتها. الله يسلمك. شكرا سعيدة جزيلا بالتعرف عليكم. الله يخليك. الله يسلمك. إذا أحبتي المشاهدين، وصلنا وياكم لختام برنامج نوتيلا لهذا الأسبوع، واللي كان مع الفنانة العراقية القديرة المتجددة الست آسيا كمال. أكيد راح نتواصل وياكم أحبتي المشاهدين كل يوم جمعة مع فنان من الفنانين العراقيين. راح أنوه أحبتي المشاهدين أنه برنامج سبورت تايم، مثل ما تعرفون أنه كل سبت البرنامج راح يكون كل يوم أحد الساعة 9، وفي هذا الأحد عندنا مواضيع كثيرة راح نتناولها، وأبرز ما يخص الشارع العراقي الرياضي واللي جرى من خلال الأحداث الأخيرة للمنتخبات الوطنية. في الختام تحياتي لكادر العمل بقيادة المخرج المميز السيد علاء الجابري، وكذلك في الإعداد الست صابرين الشيخ، والمونتير المميز حسين حكمت، وتحيات الزملاء المصورين. وأحلى تحية مني أنا أخوكم كرار الكريم، حتى ألقاكم حلقة جديدة وبرنامج نوتيلا في الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.